الأوضاع التي يعيشها اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري كانت موضع انتقاد النقابات المهنية، إذ اعتبرتها ظروفا غير إنسانية وطالبت بنقل المخيم إلى مكان آخر وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة. جاء ذلك خلال جولة للمخيم نظمتها نقابة المهندسين وشارك فيها عدد من النقباء. هنا قصيرة في خلاص رجعونا، خلينا نموت هناك ونرتاح من الحياة، رجعونا على قليل هناك شهداء وفطس. جولة قصيرة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق، كفيلة برصد حجم المعاناة التي يكابدها آلاف منهم. فالمخيم يقع على أرض صحراوية لا تصلح للعيش، وعواصف الغبار من فكت تغيب عن أجواء المخيم الذي يمنع خروج اللاجئ منه إلا بكفالة من مواطن أردني لا تتم الموافقة عليها من إدارة المخيم في معظم الحالات. في اطفال اثنين ماتوا ورا الغبره، واحد عمره 10 اشهر وواحد عمره 45 يوم، يعني من تحت النار لتحت الدمار، يعني هون يعني حياه دمار، ما فيهاش اي مقومات الحياه الانسانيه. زوجتي مصابه بالربو، ما بعرف هي حيه ولا ماتت الان. اما البنى التحتيه فهي متفاوته، فالكهرباء مثلا غير موجوده حتى اللحظه، والمياه وشبكات الصرف الصحي متوافره رغم اضطرار كثيرين الى قطع مسافات طويله اليها. صابته جراثيم الولد مات، بنترجعكم تطلعونا بس، هاي اخر شيء. الوضع الصحي بالمخيم جيد جدا، لا يوجد عندي حالات، أنا أراقب الوضع كامل، أو أمراض معدية لا سمح الله. لا يمكن لأي بشر أن يتحمل العيش في هذا الموقع، هذا الموقع صحراء قاحلة، غبار 24 ساعة. ونوجه أيضا رسالة لإخواننا السوريين، ابقوا عند بشار الأسد أو روحوا على تركيا أو لبنان. أما الطعام فهو في متناول الجميع في وقت لا تزال فيه الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب. ورغم وجود عدد من منظمات الإغاثة الدولية، إلا أن الحد الأدنى من سبل الراحة معدومة حسب كثير من اللاجئين الذين بات بعضهم يفضل الموت في بلده على مأساة اللجوء. بأعيننا رأينا وبآذاننا سمعنا وبكاميراتنا وثقنا قصة لجوء سوري إنساني في مخيم الزعتري، قصة لجوء عنوانها الألم والتشرد والمأساة، وقبلهم الأمل. من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق، يزن الرماوي لقناة رؤيا.